السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ زي ما حضراتكم شايفين كده، انا قلت النهارده بقى اصور لكم فيديو للسمان. انا وريته لكم اول ما جبته واول ما استقبلناه. زي ما حضراتكم شايفين انا جبت فستان يا بنات فرخين ساسو. شايفين البيض دول او الصفر دي فراخ ساسو يا بنات. قلت بعد ما جبت السمان بيوم، بعد ما كنت مصوره لكم، اتلقيت فراخ ساسو عجبتني بصراحة، جبت فرخين قلت يبقى في وسط السمان. والسمان بتاعنا هو خرجناها من الكرتونة، كنا حاطينه في الكرتونة، اتلقيته ابتدى يطير، فرحت خرجاه من السمان لقيته في أرضية البدرون. هو بيطير يا بنات، بيطلع بيطير لفوق كده، بقوم يفط من الكرتونة اللي كنت حاطاه الأول في الكرتونة، فتلاقيته طار كله في أرضية البدرون. رحت سايبه، قلت كده كده الجو حر فمش مهم ان هو يتحبس ولا حاجة، جو ما شاء الله جميل وما نخافش عليه ولا اي حاجه. واحنا غيرنا لهم العلف يا بنات من علف ناعم لعلف متوسط. سامعين يا بنات زقزقته؟ ما شاء الله صوته جميل قوي، بيقعد يزقزق كل ما بيكبر، بيقعد يزقزق تقول له ده كروان. وطريقه تربيته سهله والله يا بنات، يعني اللي عندها مكان ما تكسلش تجيب لها سمانتين او فرختين او كده. انا مره بجيب سمان ومره بجيب فراخ. انا وريت لكم الفراخ قبل كده والدوره دي جبت سمان. انا بجيب على قد البيت بتاعنا بس، على قد اكلنا وخلاص. شايفين الفراخ يا بنات؟ انا قلت هينفعوا معاهم، رغم انهم كانوا لسه صغيرين برضه، قلت اجيبهم واحطهم في وسط السمان. اللي عندها مكان يا حبايبي ما تكسلش، لو هتجيب 10 سمانات او 20 سمانة، المكان كبير تقدر تجيب اكتر، ف مش بخسر والله العظيم. ده تاني اسبوع يا بنات السمان عندي، ده تاني اسبوع لهم عندي. انا وريت لكم اول ما جبتهم كنت حطاهم في كرتونه، بس بقول لكم ما ابتدوا يطيروا اتلاقيهم كلهم نزلوا في الارضيه بتاعه البدرون. قلت لا اخرجهم بقى، الجو ما شاء الله حلو ما يتخافش عليهم ولا حاجه. لو احنا في الشتاء هقول لكم هنقفل عليهم ونامن عليهم عشان الجو برد وكده، بس احنا ما شاء الله الجو لسه حر، فعادي لو سبتهم عادي. البنات اللي سالتني اخبار السمان ايه، قلت لازم اعمل لكم فيديو النهارده عشان اوريكم. زي ما حضراتكم شايفين انا سبتهم يجروا عادي، مفيش اي مشكله، وحطينا لهم علف. غيرنا العلف يا بنات من ناعم لمتوسط، يومين كده ان شاء الله وبرده هنغيره، نحط العلف اللي هي الخشنه. وعشرين يوم وهيتذبحوا يا بنات، ما بتطوليش. عايزه تسيبوهم اكتر هيبيضوا على فكره، هما بعد العشرين يوم بيبيضوا، ممكن تسيبوهم عادي هيبقوا قابلين للزياده برده. ان شاء الله ما يبيضوا هوريكم برده بيض السمان، وهوريكم اخر ايامه معانا ان شاء الله. والله يا بنات تسالوا، والله العظيم الواحد انتوا، انا لما دبحت الفراخ لقيت البدرون فاضي، بقيت حاسه ان انا ناقصني حاجه، قلت جبت سمان، قلت لا نجيب سمان حاجه تشغلنا تشغل وقتنا برده. الواحد كده كده بيطلع وبينزل البدرون، يبقى اما يجيب حاجه ويشغل نفسه بحاجه. انا يعني جبت السمان قلت ايه المانع، اجيب كمان فرخين في وسطهم. شايفين الفراخ ما شاء الله جميله اهي. البنات اللي لها في التربيه وبتحب تربيه الطيور والفراخ والسمان والحاجات دي جميله فعلا. سامعين صوته يا بنات؟ صوت السمان. اولادي بيحبوا يسمعوا صوته قوي وبيجروا في وسطهم عشان يطيروا. شايفين يا بنات الفراخ معاهم عادي وبتاكل معاهم عادي ومفيش اي مشكله، اهم حاجه يبقوا من سن واحد، يعني مش تروحي تجيبي سمان كبير والفرخ يبقى لسه كتكوت صغير، لا يبقوا مقربين لبعض، يقدروا ان هم يبقوا مع بعض.
وانا حطيت لهم يا بنات بعد ما جبت لهم باسبوع حطيت لهم فين الميه عسل، وبعدها برضو 5 ايام حطيت لهم ميه وسكر، ويومين كده ان شاء الله نعمل لهم خلطه جميله زي المضاد الحيوي. حافظ لهم برضو توم وبصل وخل وليمون وخميره، وبفرمهم كلهم يا بنات في الخلاط، وبعد كده بصفيهم واحطهم لهم في الميه عشان يبقوا وقايه لهم، يحميهم من اي ميكروب ولا اي حاجه. ما بديش اي علاج لفراخ ولا سمان خالص عشان اولادي، بحرص انا اهم حاجه ان انا امنع اي علاج، ما بحطش لطيوري او فراخ او سماني اي علاج يا بنات. عشان كده انا بحب اربي الحاجه بتاعتي في البيت، ما لان الحاجه اللي من بره دي ما بتبقاش مضمونه. طيب انت عارفه انت مربيها ازاي، مأكلاها ايه ومطمنه وانت بتاكليها. وده الفيديو بتاعنا يا حبايبي النهارده، يا رب يعجبكم. ما تنسوش بقى في اللايك والشير، ولاول مره تشوفوا القناه اضغطوا اشتراك عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.